ومفخرة بين النجوم وفي القلوب موقرة أعوام عزك لا تشيخ وتمحي أنت البهاء وأنت أنت الآسرة قلم الحياة هناك يعرف مجده والفكر وال بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي أعزائي طلاب الصف الرابع الابتدائي في مدارس المجد الأهلية، نحييكم ونكمل معكم في منهاج مادة الرياضيات للصف الرابع. وصلنا إلى الدرس الخامس من الباب العاشر وهو مقارنة الكسور وترتيبها. وصلنا إلى الدرس الخامس من الباب العاشر، درسنا هو عبارة عن مقارنة الكسور وترتيبها. فكرة الدرس الأساسية هي عبارة عن مقارنة الكسور، أقارن بين الكسور بين كسرين مفروضين أو أكثر وترتيبها. فبكون عندنا فكرتين أساسيتين في الدرس، هي المقارنة بين الكسور وترتيبها. المقارنة بين الكسور ترتيبها، نبدأ بالفقرة الأولى وهي المقارنة بين الكسور، مقارنة الكسور. طبعا قبل ما نبدأ في الأمثلة لمقارنة الكسور، هناك ثلاثة طرق يمكننا أن نقارن الكسور بثلاثة طرق. الطريقة الأولى استعمال النماذج، الطريقة الثانية استعمال خط الأعداد، الطريقة الثالثة استعمال الكسور المتكافئة. استعمال الكسور المتكافئة، برجع عيد، لدينا ثلاث طرق لمقارنة الكسور. الطريقة الأولى النماذج، نماذج الكسور. الطريقة الثانية خط الأعداد. الطريقة الثالثة هي عبارة عن الكسور المتكافئة. سنحاول الآن حل مثال واحد عن كل طريقة. الآن نلاحظ المثال المعطى، اشتغلت ابتسام أربع قطع مختلفة من القماش لتستعملها في حصص التربية الفنية. يوضح الجدول المجاور الموجود عندنا هنا على اليسار أطوال تلك القطع، أيهما أطول، قطعة القماش الحمراء أم الصفراء؟ نرجع للجدول، جدول عطيني أطوال القطع، عندي قطعة حمراء طولها 5x8، الصفراء 3x8، الخضراء 1x2، الزرقاء 1x4. المطلوب منا هو المقارنة، أيهما أطول، قطعة القماش الحمراء أم الصفراء؟ الحمراء أم الصفراء؟ يمكن الآن باستعمال النماذج المقارنة بين طول القطعة الحمراء، هذه القطعة الحمراء اللي عندي هنا، والقطعة الصفراء اللي تحتها مباشرة. أنا الآن للمقارنة بين الطول القطعة الحمراء وطول القطعة الصفراء باستعمال النماذج، نمثل الكسر الأول ثم نمثل الكسر الثاني. نلاحظ لدينا الآن نموذج حبة واحدة قسمت إلى 8 أقسام على عدد أجزاء المقام لنمثل القطعة الحمراء، عندي 5 أجزاء من أصل 8، نظل 5 أجزاء، 1 2 3 4 5. هذا الجزء يمثل القطعة الحمراء، هذا يمثل طول القطعة الحمراء، طول القطعة الحمراء. نمثل القطعة الثانية على المجسم الثاني أو على الشكل الثاني وهي القطعة الصفراء، القطعة الصفراء 3 من 8، 3 أجزاء من أصل 8، 1 2 3. هذا الجزء اللي عندي هون يمثل طول القطعة، طول القطعة، يمثل طول القطعة الصفراء، الصفراء. الآن بعد تمثيل، بعد تمثيل طول القطعة الحمراء وطول القطعة الصفراء، نقارن بين الجزئين المظللين مباشرة. من المقارنة نلاحظ أن طول القطعة الحمراء أكبر من طول القطعة الصفراء. بعيد، نلاحظ أن طول القطعة الحمراء مباشرة أكبر من طول القطعة الصفراء، أي أن 5x8 أكبر من 3x8، أي أن 5x8 أكبر من 3x8، وبذلك يكون طول القطعة الحمراء أكبر من طول القطعة الصفراء، وذلك باستعمال نماذج الكسور. ويمكننا أن نقارن بين الكسور ذات المقامات المتساوية من خلال بسوطها. فالكسر صاحب البسط الأكبر هو الأكبر. برجع عيد، نحن حصلنا على المقارنة من خلال نماذج الكسور وتمثيل الكسور، لكن إذا كان للكسرين المقام نفسه يمكننا الحكم عليها من خلال بسوطها. فالبسط، فالكسر صاحب البسط الأكبر هو الأكبر، وبالتالي تكون القطعة الحمراء هي الأطول. ننتقل إلى المثال الثاني لنقارن بين الكسرين باستعمال خط الأعداد. طبعا سنبقى في نفس المثال قطع القماش، سنبقى في نفس المثال ونقارن بين
قطعتين مختلفتين، القطعتين المختلفتين أيهما أطول، القطعة الزرقاء أم القطعة الخضراء؟ طبعا القطعة الزرقاء من الجدول كان قياسها 1:4، القطعة الزرقاء كان طولها في الجدول السابق 1:4، والقطعة الخضراء كان طولها في الجدول السابق 1:2. نحن الآن للمقارنة سنستعمل خط الأعداد، لمقارنة هاتين القطعتين سنستعمل خط الأعداد لتمثيل الكسر الذي يمثل طول القطعة الزرقاء وتمثيل الكسر الذي يمثل طول القطعة الخضراء. نلاحظ عندي خطي أعداد بدي مثل متساويين في التقسيم، بدل مثل الكسر الأول اللي هو 1:4 أبدأ 0:4، 1:4، 2:4، 3:4، 4:4 اللي هي الحبة الكاملة اللي هو الواحد الصحيح الكامل. نلاحظ أن 1:4 هنا في هذا المكان تماما، وهذا الجزء يمثل طول القطعة الخضراء، طول القطعة الخضراء. ننتقل إلى طول، عفوا، طول القطعة الزرقاء. ننتقل إلى طول القطعة، ننتقل إلى طول القطعة الخضراء، ننتقل إلى طول القطعة الخضراء. بنفس الطريقة على خط الأعداد قسمناه إلى قسمين متساويين لأنه عندي المقام 2، الأول 0:2، 1:2، 2:2 الذي يمثل الواحد الصحيح. الآن 1:2 مباشرة نحدد مكانها، ثم نحدد قيمة القطعة الخضراء. نلاحظ من الشكل أن هذه هون صار عندي طول القطعة الخضراء، طول القطعة الخضراء. من الشكل من التمثيل نلاحظ أن الجزء على خط الأعداد الذي يمثل القطعة الزرقاء أصغر من الجزء الذي يمثل طول القطعة الخضراء، وبذلك يكون 1:2 أكبر من 1:4، 1:2 أكبر من 1:4، وتكون القطعة الخضراء هي الأكبر، وتكون القطعة الخضراء هي الأكبر. وبذلك نكون قد قارنا بين الكسرين باستعمال خط الأعداد، ويمكننا كذلك المقارنة مباشرة باستعمال البسوط إذا كانت متساوية. في المثال السابق كان عندي المقامين متساويين، قلت بأن الكسر صاحب البسط الأكبر هو الأكبر. الآن العملية عكسية تماما، إذا كانت البسوط متساوي فيمكننا الحكم على الكسور من خلال المقام، فالمقام صاحب الكسر الأصغر هو الأكبر. برجع عيد الآن، إذا كانت الكسور متساوية، البسوط متساوي، البسط الأول نفس البسط الثاني، 1:1، 4:4، 5:5، يمكننا الحكم أو المقارنة بين الكسور من خلال المقام، فالكسر صاحب المقام الأصغر هو الأكبر. ننتقل الآن إلى الهدف الثاني وهو ترتيب الكسور، ترتيب الكسور. يمكننا كذلك ترتيب الكسور باستعمال نماذج الكسور أو خط الأعداد أو باستعمال الكسور المتكافئة. يمكننا الترتيب كذلك الأمر بثلاثة طرق، باستعمال خط الأعداد أو باستعمال نماذج الكسور أو باستعمال الكسور المتكافئة. سنقارن الآن بين هذه الكسور بطريقتين، سأستعمل في الطريقة الأولى خط الأعداد، وفي الطريقة الثانية سأستعمل الكسور المتكافئة. للمقارنة باستعمال خط الأعداد لدينا ثلاثة كسور، 1:4، 1:2، 3:4، رسمت ثلاثة خطوط أعداد. نقوم بتمثيل الكسر الأول اللي هو 1:4، الكسر الثاني 1:2، ثم 3:4، ونقارن بعد التمثيل أيهما الأكبر. طبعا هو أرتب بين الأصغر إلى الأكبر، نريد أن نضع الكسر الأصغر في البداية والكسر الأكبر في النهاية. نلاحظ أن الواحد على أربعة هو الكسر الأول، نبدأ بتمثيله. عندي هنا 0:4، دائما قلنا نحن التقسيم بيكون حسب المقام، تقسيم خط الأعداد بحسب القطع الموجودة في المقام. 1:4، 2:4، 3:4، 4:4. بعد ما قسمنا الخط الأول نحدد مكان الكسر الأول اللي هو 1:4، هذا مكان الكسر 1:4، هذا الجزء الأول. ننتقل إلى الكسر الثاني 1:2، نلاحظ أن الخط هنا مقسم بس 3 أقسام، 0:2، 1:2، 2:2، لأنه عندي المقام بس يمثل العدد 2. نحدد موقع الكسر 1:2، هذا عندي 1:2 والجزء اللي بيمثله. نلاحظ أن 1:2 أكبر من 1:4، نمثل الكسر الثالث وهو 3:4،
نقسم إلى أربعة أقسام، صفر على أربعة، واحد على أربعة، اثنين على أربعة، ثلاثة على أربعة، أربعة على أربعة. نحدد مكان الكسر المطلوب اللي هو ثلاثة على أربعة، هذا مكان ثلاثة على أربعة، ثم نحدد القطعة التي تمثله. بالمقارنة بين قطع الثلاثة نلاحظ أن الواحد على أربعة هو العدد الأصغر، وهو المطلوب الترتيب من الأصغر أكبر، فبيكون الواحد على أربعة في البداية هو العدد الأصغر. ثم نلاحظ أن الواحد على اثنين يأتي في المرتبة الثانية، وفي المرتبة الثالثة الثلاثة على أربعة. وبهذه الطريقة يكون رتبنا الكسور الثلاثة باستعمال خط الأعداد من الأصغر إلى الأكبر. الطريقة الثانية هي الكسور المتكافئة. الطريقة الثانية طريقة الكسور المتكافئة. أن الكسور المتكافئة يمكننا أن نحكم على الكسور من خلال بسوطها ومقاماتها. إذا كان لها المقامات واحد متساوي يكون الكسر صاحب البسط الأكبر هو الأكبر، وإذا كانت بالعكس تماما كانت البسوط متساوي المقامات مختلفة فيكون البسط صاحب المقام الأصغر هو الكسر صاحب مقام الأصغر هو الأكبر. نحن الآن بنحاول نخلي المقامات كلها متساوي، أربعة أربعة أربعة. عند الكسر الأول جاهز، واحد على أربعة. الكسر الثاني واحد على اثنين. الكسر الثالث ثلاثة على أربعة. نقدر نخلي المقامات كلها أربعة أربعة أربعة، فبيكون الكسر الأول جاهز، الكسر الثاني جاهز، الثالث جاهز. الكسر الثاني لازم نحول مقامه لأربعة، مين هو العدد ضربته باثنين يجي أربعة، هو العدد اثنين. طبعا باستعمال الكسور المتكافئة اللي احنا قلنا الكسور المتكافئة نحصل عليها بضرب البسط والمقام بنفس العدد أو بقسمة البسط والمقام على نفس العدد، فبيكون الكسر واحد على اثنين يمثل اثنين على أربعة. الآن صار عندي ثلاث كسور لها المقام نفسه، أربعة أربعة أربعة، واحد على أربعة، اثنين على أربعة، ثلاثة على أربعة. يمكننا الآن المقارنة مباشرة من خلال البسوط. فالبسط الأصغر هو الأصغر، نلاحظ أن الواحد هو أصغر البسوط، فبيكون الواحد على أربعة هو الأصغر، ويكون هو أصغر الأعداد نضعها في البداية. ثم نلاحظ أن اثنين على أربعة هو الكسر الثاني الذي يمثل واحد على اثنين بكونهما كسرين متكافئين، فبيكون الواحد على اثنين يأتي في المرتبة الثانية. وأخيرا والكسر الأكبر هو ثلاثة على أربعة، ثلاثة على أربعة. وبهذا القدر بكون انتهينا من درسنا ترتيب الكسور ومقارنتها. نسأل الله لكم الفائدة، ونسأل الله أن نلتقي بكم في دروس أخرى إن شاء الله من منهج مادة الرياضيات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المجد رمز للعلوم ومفخرة، بين النجوم وفي القلوب موقرة، أعوام عزك لا تشيخ وتمحي، أنت البهاء وأنت أنت الآسرة. قلم الحياة هناك يعرف مجده، والفكر والقلب.